أخبارنا كمان لم تنتهي بعد، والخبر اللي جاي ليه علاقة بموسوعة الأرقام القياسية اللي دايما بنتكلم مع حضراتكم عنها وعن ما فيها وما تحتويه من أرقام قياسية في الألعاب المختلفة. النهاردة هنكلمكم عن طفل عمره 12 سنة من نيجيريا سجل رقم قياسي عالمي جديد في المهارات الكروية الحرة فريستايل في عدد مرات ضرب الكرة بالقدمين والساقين، وفي نفس الوقت الاحتفاظ أو الحفاظ على كرة أخرى على الرأس خلال دقيقة واحدة. سجل كام بقى حضرات؟ سجل 111 ضربة، يعني نطق 111 تنطيقة خلال 60 ثانية. تعالوا نشوف. عالم كرة القدم والمهارات المرتبطة به باب مفتوح لتسجيل الأرقام القياسية، فها هو صبي عمره 12 عاما من نيجيريا يأمل في التألق عالميا في كرة القدم مستقبلا بعد أن سجل رقما قياسيا عالميا جديدا في المهارات الكروية الحرة. أصبح تشينونسو إيتشي محور الاهتمام على مواقع الإنترنت بعد نجاحه في تسجيل رقم قياسي في عدد مرات ضرب الكرة بالقدمين والساقين، وفي نفس الوقت الحفاظ على كرة أخرى على الرأس خلال دقيقة واحدة. اللاعب النيجيري يؤكد أنه هو من علم نفسه هذه المهارات رغم تأثره بنجوم عالميين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولاعب الوسط النيجيري المعتزل جي جي أوكوتشا. نجح الصبي القادم من مدينة واريا الجنوبية في نيجيريا في ضرب الكرة 111 مرة خلال 60 ثانية مع وجود الكرة الأخرى على رأسه، ليدخل نسخة 2021 من موسوعة جينيس للأرقام القياسية في أول ظهور لهذا في الموسوعة. يحلم هذا الفتى النيجيري أن يصبح لاعب كرة قدم ومتميز عالميا في المهارات الحرة، كما يطمح إلى تحطيم رقم قياسي جديد من خلال تسجيل 2000 ضربة بالكرة مع الحفاظ على كرة ثانية على رأسه في المستقبل.